معقول؟ طب قالوا امبارح انه ايهاب بيمثل المغرب الوحيد. اف شو ردك؟ يحكوا عن اللي بدهم يحكوا يشكوا. لا انه مش عادي يشكوا ما بخاف بعمل انا اللي بحس. بس اوكي كوش كوش بس انه بس انه مش معترفين فيك انت من البرنامج. ما بعرف نو واي انت من المغرب. ايه ما بعرف. طب ليش؟ شوف ليش؟ ليش؟ لا هن شو قالوا؟ لا ليك اول مره فهمت انه ممثل انه اوكي انه ممثل ذكر يعني بس انه لا انه في اثنين من المغرب هون. انه واحد طلع نومينيت ثلاث مرات لكن قفل وجه عندك. انا ما بس بكره العالم شوف العين هالعين شفت 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 هالعين ليك ليك هالعين شفت هالعين شفت بتكب كلمة بتفل بتكب كلمة بتفل أنا شفت هالعين شفت هالعين شفت هالعين شفت هالعين شفت هالعين شفت هالعين جايز ليش شالوا الساعة؟ ناخد معك شي حاجة أنس؟ ما حدا ب... إجا ال... ما بقى حدا يمزح بالأيدة. ما بقى حدا يمزح مع الله اللي خلقنا بالأيدة. سمعت نسيم؟ سمعت عن جد عم بحكي. سمعت خلص يلا قوم من هون. قوم من هون. ما بقى حدا يمزح مع الأيدة خلص. انت وحنان وحده ما بقى حدا يزعم معي بالعيد. لا انا حنان بحبها كثير بس انه على طول في حدود للمزح. انا شوفي شوفي خلص رف مزعجه. لا مزعجه كثير. لا لعب الايده خلص خلص اوكي لعب الايده. انا ما قلت شيء. نسيم انه دزولي خلص سوري. ايش في دزولي رافائيل؟ ما كنت مفكر انك تزعل هيك من ايدي. ما كان بيعرف انه بيزعجك هالشيء. اوكي ما بقى تلعب معي هلا كمان انت كمان خلص كنا عم نمزح. خلص انا خلص ما كنت بعرف شو. انا كنت ما بعرف كمان بس تعرف شو بس بدي اقول لك شيء ولا ما كنا بنعرف بس عن جد خلص كيف؟ مش مستاهل هالقد يعني انا كمان بس بليز ما تاخذني بس عملت له هيك بس مسكته من هون ومش مش بالاول كنت بضحك 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 بس خلص ما كنت تقول لي من اول مره يا نسيم ما تعمل بس ما ما تصرخ هيك اوكي هيك عم بيعلى صوته علي بعد هيدا لا عم بيمزح معك رافائيل عم يعلى صوتي لانه علي صوتك علي يا رافائيل اوكي ما تزيدها نسيم ما تزيدها اوكي بس شوي رح يضحك وحياة امي ما عم بمزح وحياة دموع امي ما عم بمزح طلع لبرا ما بدي اشوفك رافائيل يا بخلب كسركم وحياة امي بتعوجكم مين عم تحكي استنى شوي استنى شوي رافائيل ليش ما قلت لي انا ما... انا انت قلت لي شي مره وبعدين انا رجعت لعبت معك رف باللعب الاي دي ما احكي معي حنان حنان اذا بتزعلي مني من هالموضوع اذا بتزعلي مني من هالكل اوعي تحكي اوعي رافائيل اذا بتزعلي مني من هالموضوع حنان والله العظيم وحياة امي والعذر احنا من حياة الاكاديمي كلها مش واصله معها لهالقد معصب اذا بتزعلي مني هالموضوع اعتبري اعتبري اعتبر ما تخيلي شو حيصير ما تخيلي شو حيصير ما حالي اكثر من هيك طيب شو حيصير يعني؟ اللي بده يصير يصير شو يعني؟ إذا بدك تزعلي مني أنت زعل مثل ما بدك ونحن لا مو منه نحن زعل حنان؟ ما عملت شيء برحمة عمي بعمل مدرجة مجاريه اليوم برحمة عمي ما قدرت انزل في حياته بصراحه بصراحه كثير خفت منه والله اول مره بخاف منه لدرجه ضحكت ما كان في اصبر ماله ماله جاب كومبري لا فش دخلنا للتيمو انا ونسيم هلا بكسركم بدعويسكم انت وياه هيدا حكي بيقول والله معك انا طلعت ما حب الموضوع اذا زعلت من هالموضوع ما بعرف شو رح يعمل فينا هو وحياة أمي أنت بغير دنيا أنت ما تقدرش معي الصوت الصوت اللي طلع يعني اسكراعد ولا هو سيم باش نزح بالأيدي مع حدا يا
معك حق معك حق ركز معي ركز معي ركز معي ركز معي ركز معي امبارح اكلت كوع من العباس قعدت سألت لك اربع ساعات مريض وعم تستفرغ مش عم تتعلم مش عم تتعلم فيك شغله فيك شغله هتتيس الحمار انت مش عم تتعلم ياسين بس عن جد بيزعج بيزعج اوفر اوفر تو ماتش اوفر اوفر اجي اجي ياسين جبت بدي احكي معك شوي شو معك قل حديد قل قل حديد قل شو بدنا ما كنت بعرف انا بس حب الله انت ما طلبت مني ولا مره يعني ما صارت ولا مره اني مخيم فجرت من كذا شغله اي انستند يو ما والله سوري روحي ام سوري ما بعرف بس بزعل على اللي بيزعل من خلص يا اصبر يلا ما بدك تتعشى انت ضربت هالشي كنت عارف ما كان رعد كنت عارف معتز خلص شو بدك دخلك انت عم بحكي انا معك خيش خاصتي فيه ناوديك رعد 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 شو تنطر ليك هيدي ما بعرف بغير عالم خلص ما في يلا الله معك الله معك انت باي باي الف سلامه